انا اديت لها حقنه مهدئه، هتنام شويه كويسين، ومن بكره ان شاء الله هنبدا معاها كورس علاج. ده طبعا نتيجه الصدمه اللي تعرضت لها، فما تقلقوش، طالما عرفنا الاسباب يبقى ان شاء الله العلاج مش هياخد وقت. ربنا يستر. يا بابا ده انا عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. شايف يا دكتور الولد ده ماله؟ عايزة حضرتك تقعد معاه ضروري ان شاء الله حتى بالعافية. يلا يا ولد قدامي بره عشان نشرح له حالتك. ماما انا سبق وقلت لك 22 مرة اني مش هعمل كده. وطي صوتك، اطلع مع امك وبلاش من اهدى. يلا قدامي. اتفضل يا دكتور، اتفضل.